اهلا بيكم فيديو جديد على قناه عرب هارد وير، واهلا بيكم فيديو فيفا جديد اخيرا. وانا اخيرا جيت المكتب ودلوقتي هنرجع تاني ان شاء الله نعمل فيديو فيفا. انا كنت مختفي فين؟ انا الشهر اللي فات ده او الشهر اللي احنا فيه ده في الاول خالص كنت سافرت المانيا عشان كنت حضرت الايفنت بتاع ايسس. كانوا عاملين ايفنت وجالنا انفيتيشن في المانيا وبتاع، لو فيديو بتاع كوفرج يعني على الشانل، فده كان في اول الشهر. وبعد كده عملت عمليه في عيني، يعني انتوا مش واخدين بالكم انا مش لابس النضاره عشان عملت ليزك، فخلاص بقيت حياتي مش هلبس النضاره الحمد لله يعني. وبعدين انا كنت سافرت، كان يعني كل شهر كان صعب جدا ان انا اجي اقدر اجي المكتب واعمل ابلود فيديو والعب فيفا. ما علينا، احنا دلوقتي رجعنا تاني وكان في ستريم امبارح، لو انتوا اتفرجتوش هتلاقوا على الشانل ستريم. قعدت ستريم حوالي ساعتين، قعدت العب شويه درافت، فكان ستريم حلو قوي. فاحنا كل جمعه ان شاء الله بنعمل ستريم الساعه 4 او 5، لسه مش متفقين على الوقت قوي يعني، بس انتوا هتلاقوا لو متابعين البيج بتاعتنا حطوا بوست لو في ستريم، ولو انتوا عاملين جوين الجروب بتاع لايف وذ فانز، ده الجروب بتاعنا اللي احنا بنقول هنعمل ستريم امتى وامتى الستريم بيبدا، وبناخد رايكم ايه اللعبه اللي هنلعبها وكده. ما تنسوش يعني تبصوا على البيج وتبصوا على الجروب. وكفايه رغي كتير، والله بقى نلعب النهارده، هنلعب فوت تشامبيونز. وانا بقالي كتير يعني بقالي فتره كنت مبطل فيفا، لكن رجعت امبارح لعبت شويه ماتشات ولعبت شويه فوت تشامبيونز النهارده الصبح كده انا وفؤاد. احنا لاعبين 5 ماتشات، كسبانين 3 وخسرانين 2، فهو الركر بتاعنا شكله هيبقى منيل ب 60 نيله كالعاده يعني. دي الفرقه بتاعتنا، ميرتن سكند انفورم قدام، لوكاكو، بروين، ديري علي، كانتي، وانس تو واتش، نانجوليان، بيريز، سمولينج، وينس ريد انفورم، لوك شو، ودخيه. وعندنا على الدكه كازيميرو انفورم جالنا في المانثلي، وعندنا مارسيال، وعندنا اجويرو. حتى طبعا هيسالني انت منزل لوكاكو مطلع اجويرو بره، هقول له اه عشان لوكاكو يا جماعه مش طبيعي. وانا صراحه اجويرو ابتديت اتخنق منه وبنزله الشوط الثاني لو الدنيا مزنقه، لكن ما علينا، يلا بينا نخش ماتش فوت تشامبيونز يا جماعه. وانا مش عارف ليه متحمس ان انا هلعب فوت تشامبيونز، بس انا بقالي كتير جدا يعني وحشتني، يعني بقالي كتير عارفين بعيد عن الملاعب وعايز ارجع اتقرف كده ولا اتخرج من اول. لكن بسم الله الرحمن الرحيم، اول ماتش يا جماعه نزلنا واحد عنده لاكازيت، نسيت اسم الكارت، سكواد بيلدينج، وجنبه مش عارف مين ده، بس الواد ده نزل لي كتير يعني. وبعدين تحتيه سون مان اوف ذا ماتش، اريكسن انفورم، كانتي، ديمبيلي، بيرن سكريم، بيلي وسمولينج، ومش فاكر مين جون، بس شكله عنده جون كويس يعني. طيب يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم كده. طيب احنا عايزين بس نظبط كنترولز في الاول، يلا بينا يا جماعه. فوت تشامبيونز بعد زمن طويل جدا رجعنا تاني، رجعنا لحرقه الدم، ورجعنا للدراعات اللي بتتكسر، ورجعنا ليا وانا بعيط في المكتب لوحدي. يا رب يا رب بقى نكسب كده فوت تشامبيونز. وانا والله كنت الصبح بلعب كويس يعني، بس مش عارف دايما باجي قدام الكاميرا العب زي الجاموسه، مش عارف ليه والله. يلا لوكاكو ادوا لي على كتف، يلا على بيلي، يلا مهزأ نص على بيلي. حلوه يا لوكاكو، جميله والله. انا عايز اعرف مين الواد ده، مين الواد فكري ده؟ فكير، مين فكير ده يا جدعان؟ ده شكله كارت كده نزل وانا بعيد عن الملاعب، وشكله كارت خطير عامه، جرياته عجباني اهو، بصوا شكله من ادي النيله. الحمد لله يا رب، الله اكبر. يا عم ما تمسكها يا عم. هي اوف سايد ولا انا مش فاهم؟ فاول؟ ماشي. اجري يا لوكاكو، اجري يا لوكاكو، اجري يا لوكاكو، اديله انا بالكتف، ايوه يا لوكاكو اجري بقى كده، اسخن يا لوكاكو معايا، نديها لمين فوق؟ مفيش حد فوق، طيب، ضيع الكوره زي الاول. عنده كمية ناس بتجري قدامي الصراحة، عنده الواد سون والواد فكري ده، مش عارف مين فكري ده لحد دلوقتي، وكارت جامد قوي. يلا يا علي، يلا يا ديلي يا علي، ايوه. طب ميرتنز بقى، ميرتنز. هو ليه محدش بيجري لي الكوره؟ ايوه ايوه ايوه، مش عايز ابدأ. يخرب بيت الزفلطة. الله اكبر الله اكبر، ايوه يا جماعه الزفلطه رجعت تاني الملاعب. يخرب بيت الوحشه، يا لهوي على الوحشه، ايه ده؟ ايوه يا ميرتنز عاد. لا انا ايه ده، بس من بقه يا لهوي مع الزفلطه، ايوه يا شمايك ادي، ايوه يا اسطى ميرتنز عاش يا اسطى والله. يلا يا جماعه 1-0، احنا يا جماعه رجعنا ملاعب سخنين جدا، بس الواد ده جامد قوي الصراحه يعني، هو ضيع عرضه يعني ضيعش، وانا بلعب زي الزفت الصراحه، بس قشطه يعني. هو سمولينج انت واقف بتنيل ايه هنا؟ هو انت مش سنتر باك حضرتك، انت واقف في نص الملعب ليه؟ يعني انا عاملها كده الترا ديفنسيف يعني، انا مش فاهم والله. يا نهار اسود يا نهار اسود على الوحاشه، يا نهار اسود على الوحاشه يعني بجد، شوطه يعني انا لو واقف هصدها يعني بكل سهوله. انا مش عارف دخيا اللي عندنا في الجون ده مضروب والله العظيم، مش دخيا، دخيا ده انت بتعمل ايه انت كمان؟ ايوه ايوه يا ابن اللعيبه، يا راجل. طب وبعدين بقى، الله الله، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، هو ايه اللي بيحصل؟ انا والله ما عارف ايه اللي بيحصل بجد، في حصل فاست فورورد للعب فجاه. ايوه ايوه يا عم، اديها له عيد البقى، اديها له عيد البقى، تقرفوناش. ايوه لوكاكو يا جامد، ايوه ميرتنز، اجي الله اكبر يا جماعه، ايوه كده عاش يا كانتي، ايوه يا كانتي يا مقلوز انت عاش يا جماعه. الكونكشن زي الزفت والله العظيم،
والماتش بيتعملوا فاست فورورد وحاجات غريبه بتحصل واحنا بنظبط ونجيب جول. ايوه ايوه كانت 2-1 يا جماعه. بصوا احنا نلعب على كونتر اتاك عشان ايه؟ عشان مش عارف اهاجم ولا دافع اساسا مع الديلي الرهيب ده. يعني انا بدوس الزرار وبعدين مثلا بثانيتين اللعيب بيعمل الفاس مثلا او اللي هو عايز نعمله. يعني ايه ده؟ هو ده متساب لوحده؟ انت فين يا عم لوكا شو؟ انا والله العظيم مش عارف المدافعين بتوعه بيقفوا ازاي والله. الاقي سمولينج واقف لي في نص الملعب والزفت الثاني الليفت باك ده مش موجود اساسا. يا لهوي على الديلي، يا لهوي على الديلي يا جماعه. انتوا انا مش بجد مش عارف اشرح لكم بجد اللي بيحصل في الماتش ده. انا مش عارف مين فكري ده، اقسم بالله ما اعرف مين فكري ده. يعني انا بيجري جريات والله العظيم ولا اجويرو قدام. يا لهوي يا ريد يا بابا يا ريد. يعني انت ناوي ده ماشي قشطه الحمد لله الوقت راح. ايوه ايوه ميرتنز، ايوه ميرتنز تعالى تعالى تاني كده واحده في البعيده بقى ميرتنز. دي خبطت دي ها خبطت حد قشطه. اوبا ايوه ايه؟ لا مش جون. ليه ليه مش جون؟ ليه مش جون؟ ليه 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 والله؟ اوف سايد ازاي ده؟ عايز اشوف الريبلاي. ايوه يا عم البتاع انت وريني بقى الريبلاي كده. اوبا عالكسفه اللي انت فيها يا حازم. حازم هوبت ايه في ايه يا حازم؟ يا راجل يا راجل ازاي ازاي دي اول حاجه عدت من لوكاكو وهي ميرتنز القرف اللي انت عملته. طب يا جماعه الحمد لله كسبنا اول ماتش في فوت تشامبيونز. يعني الحمد لله بدايه كويسه جدا، بس انا الماتش كان وحش قوي صراحه. يعني في انبوت ديلي وحش جدا اللي هو يعني انت بتدوس مثلا اكس بس يعني اللعيب مش بيعمل الباس في ساعتها، في ديلي يعني. بس الحمد لله كسبنا اول ماتش يا جماعه وانا مبسوط جدا باللعيبه وفي دبانه قدامي. يلا بينا نخش تاني ماتش. لا اله الا الله يا ساتر. كين سكواد بيلدينج، السلطان سكواد بيلدينج، ديلي علي سكواد بيلدينج، رحيم ستيرلينج سكواد بيلدينج، مين اللف ميد الفورم ده؟ كانتي مش عارف ايه الفرقه اللي كلها بنفسجي وايه البيجامه اللي هو لابسها دي كمان. طب انا مش متفائل بهذا الماتش بتاتا. يا لهوي يا لهوي على الواد اللي وقع ده. يا لهوي يا كانت تعالى بس تعالى كده. يلا بينا يلا 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 يا راجل يا راجل ما تعدي بقى ما تعدي. لا 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 الحمد لله. فاول ايه فاول ايه؟ ما هو اتنيل شاط الكوره يا ولد يا ولد يا ميرتل. هوب بقى كده ايوه اديها له بقى يا ولد يا ابن اللعيبه. نانجونيان عاش سي. ايوه نانجونيان عاش يخرب بيت دماغك عاش. انا عايز اعرف هو واقف مين كيش؟ شكله كيش تعبان قوي ده بوتلاند مش عارف. 1-0 يا جماعه ما يهمناش. كروت بنفسجي مش بنفسجي، كود بيلدينج مش مهم. 1-0 لفرقتنا العظيمه. كنت هقول لمنتخبنا الوطني 1-0 بس الماتش صعب. الواد عنده ناس تقيله قوي. انا عارف الشوط الثاني مش هشوفه. يا لا مش بالشوط الثاني ولا حاجه من دلو. ايه ده ماشي. لوكاكو ناوي تجري ولا انت بتتمشى؟ ايوه كده بقى لوكاكو افتح لي كده بقى. ايوه لوكاكو بقى خش كده. يا ساتر يا ساتر على التريلا اللي بتلف. في فرق شاسع ما بين لما بمسك الكوره بلوكاكو وميرتنز. يعني انت بتعمل انت بتجري بالسلتهبل يا ابني. فاول طبعا يديله فاول طبعا ما اي حاجه فاول عليا. انا وان شوت وان جول وانا فخور بكده مع هذا الواد الفصيل. يعني عايز اعرف عنده مين تاني على الدكه. اكيد عنده ناس جامده يعني. عنده خوعفران، عنده ابو بكر، عنده ديجو كوستا، عنده ماتويدي. لا قشطه ناس مش جامده قوي يعني. يلا لوكاكو يلا لوكاكو افتح بقى الانجن بقى. اقف كده ايوه لوكاكو هدي 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 سقط نقل ايوه افتح تاني افتح تاني التربو اشتغل لوكاكو. اخص عليك يا لوكاكو انا غبي انا غبي حمار بديل. يلا يلا اجور بقى يلا. الواد مثبت لي الواد مش انا والله ما عارف الواد ده بيلعب ايه يعني اتاكينج ديفندنج مش عارف هو. ايوه ايوه يلا ديلي يلا ديلي يلا 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 واحده بقى كده يا راجل. دي والله لو كانت على يمينه دي مش بشماله كان زمالها بترقص في الجون. ايوه هي دي هي دي هي 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 ايوه اجويرو عاش بقى. انا صح يا جماعه انا صح. ايوه اجويرو خش بالدايب يا اجويرو خش بالدايب. التبديل يا جماعه التبديل الناجح. ايوه اجويرو عاش. ايوه ايوه يا ولد يا ابن اللعيبه اجويرو يا جماعه اجويرو والله هو ده التبديل. انا اسف اجويرو مش بهزرك في الاول بس انت فاهم اللي فيه. عاش فشخ اجويرو خبطت في حد ما خبطتش. ايوه اجويرو الويك فوت في المقص في السوكه
خد حلقة بوتلاند مهزأ بس كده يا جماعة عاش عاملين لي فيها سكواد بيلدينج تشالنج وهاري كين والسلطان ورحيم ومش عارف مين تاني وجايب لي واد سويدي ملوش لازمة. أيوه يا جماعة خش يلا مارسيال يلا زفلط عايزك تزفلط يلا تعالى يلا تعالى ده أنا هزفلطك دلوقتي تعالى. أيوه شكرا 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 إيه القرف ده بس كده بقى عاش يا جماعة عاش. دي اول مره في حياتي اسجل فوت تشامبيونز واكسب الماتشين يعني يا اما بخسر الماتشين يا اما بكسب ماتش بالكفته بس عاش والله والله يعني الماتش ده انا يعني الصراحه الواد احسن مني بكتير هو مش احسن مني هو لعبته بس هي المنتشره اكتر في الملعب بس خسر 3 انا ماليش دعوه والله عاش والله عاش انا فخور بنفسي انا مبسوط كنت بعيد عن الملاعب لفتره ورجعت بقوه ولعبت فوت تشامبيونز وكسبت الماتشين وانا مش مصدق اصلا. على العموم احنا هنرجع السكادجول بتاعنا الطبيعي هيكون في لايف ستريم يوم الجمعه وهيكون في فيديو يوم السبت وفيديو يوم الثلاث واحنا رجعنا تاني ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو وتتفرجوا على الفيديو التاني اعملوا سبسكرايب على عرب هاردوير واشوفكم فيديو فيفا جديد ان شاء الله يا جدعان والسلام عليكم.